باش الراجل ما يطلعش للحجم خلي بنتها تزاد تروح. بزي الحزب نحن ولا تزيد مظلوم ولا تشيد هذاك الشب. ولا تعملوا التحريات ديالو راه كاين الشباب ديالو وانا كيضرب لي مك. ولا عندهم الدليل عليه حنا نطلع في كل حاجة. السيد كيبيع ويشري قدامنا 12 عام الراجل هو تيم الله عامل عقله كيبيع ويشري جا واحد نعت فيه كيقول بان ديتيلي والناس كامله كتعرى ديك السيد اقسم بالله ما عمل شي حاجه وريجا وهذا السيد الضحيه اللي مسروق كيقول تسرق حدا بانكا وبانكا عندها كاميرات ورجعوا لي رجال الامن علاش ما جاوش يشوفوا الكاميرات يشوفوا الدور الراجل ما عامل والو رجال الامن خصنا السلطه خصها تعمل الواجب ديال تجي تشوف التسجيل باش الراجل ما يطلعش للحبس مخلي بنته عاد تزادت الحشومه الراجل المنكر هذا الراجل تصرح ذا الكاميرا ويما مراه كبيره والناس كامله كتعرفوا الناس كامله كتعرفوا في الركون الراجل ما كيزاز انا نحلف على ذاك السيد اقسم بالله العظيم ما عامل شي حاجه الا كان شي ذاك السيد الا قال انا كندير التقليد ديالو انا ندير تقليد ذاك السيد والا عندهم الدليل عليه انا نطلع في عطول الحبس. الله يجعل البركه في الله امحى حلاوه ويجعل البركه في الله بسيطر. السيد هذا انا بيدي مشيت للعوامه كنصافي ذاك السيد كنقول له السيد هذا مشاو الاجراءات ديالكم مشاو قوزوا الكاميرات شوفوا هذا السيد هذا راه كاينه مشتبه ديالو قال لك سيدي اسكت ماشي سيدي ورينا الشغل ديالنا حنا شني كنعملوا هذه فوز العوامه خذوا الشغل ديالك دابا تعملوا واخا تمشي تشوف الراجل ما جايبش مظلوم انا جيب السين حزب كنحسب داك السيد هذاك في السين حزب نحلف لك السيد مظلوم ولا داك السيد هذاك مشبه كاينه الشبه ديالو فهمتي وديك السيد هذا كنحسب السين حزب السيد ما عامل والو كيبيع معنا البلاصه ديالو السلعه فينيه والساعه كان معنا هنايا السلعه ام حاحل ها كلشي هنايا فهمتي ولكن ديك السيد هذا كمرضي اخي ما عامل حتى شي حاجه كاينه الكاميرا اجي تشوف كاينه الكاميرات في البلايص اللي تسرقوا بلايص اللي تسرقوا راه كاينه الكاميرات علاش ما يدوروا شي كاميرات هاد الناس هادو يدوروا الكاميرات كاميرا كامبو فين تسرقوا هاد الناس فين تسرقوا هاد الناس هادو اي بلاصه فيها الكاميرا سرق بما كاد واش دان شي بما كاد وما كيمشي جنب بما كاد فهمتيني اخر كيقول تسرق بما كاد اخر كيقول تسرق ما قد مع قرض فلاحي فهمتيني طلبوا من السلطه تعمل التحقيق ديالها باش الراجل ما يطلعش للحبس الراجل مظلوم السيد هذا كنعرفو ما كيعمل حتى شي حاجه السيد هذا كيبيع ويشري معنا راه وايم تشوف هذا الشيء هذا كيخدم سمعت راه كيخدم على يماه ولا وليداته بالله العظيم هنايا انا في المغرب يا اخو عنده الصوابع 12 عام هو متايب اجي يا اخو المضطر اقول لهم هذا عيديوه هذه معروفه عندنا حنايا في المغرب هنا فهمتي الراجل 12 عام هو عامل عقله وتاي من الله تزادت له بنيه اقسم بالله ما عامل شي حاجه ورجع السلطه ورجع الامن يعملوا التحقيق ديالهم يجيبوا تسجيل ويشوفوا الا كان هو راه يطبقوا مع الواجب ما كانش هو يطلقوا الراجل الراجل والله ما عامل شي حاجه فهمتيني وباطل كيطلع حتى الراس سمو كيعاود على مولاه وانا وقعت لي جم الراس باطل بحال هيدا هذا الصديق ديالي 10 سنوات وانا كنعرفه والنهار اللي وقع المشكل مع هذا السيد هذا الضحيه الاولى سمعوا ما يفهموني الضحيه الاولى كان نار فاتح ماي راه كان جالس معايا وكان دنس الدور مي دنس الدور هو ودي يصلي راه عندنا فيديو في الجوج راه هو الكراج فين كنخبعوا الشلعه غيصلي ومي صلينا وخرجنا قدام هذا الكراج هذا دور هيدا اخي شويش قدام هذا السيد هذا راه هذا ما خدمش جا غير متعلم ديالو جالسين وبالدليل جا واحد الصديق ديالي شرا منو تشاندر انديامو وهذا السيد هذا جمال بن عيسى راه تاي ابن الله وحنا كنعرفوا راه هذا 10 سنين ماشي زعما راه السيد كيعطيو له الناس الزياده كيعيط لهم كيقول لهم هذا رشقكم والله شهاده لهذا الشيء هذا وحنا ماشي زعما نشوف فابرلو شي علامه ولا شي سياسي ولا شي بزنس كيعطينا فلوس ولا شي رشوه هذا لله في سبيل الله وكاين النار وكاين جهنم وحنا اللي كنهضروا معاكم راه في العمر ديالنا 52 سنه الراجل عنده الصوابق ولكن عفى الله مسافر راه 13 عام هذا ومشينا كنشهدوا مع راه كاين الشباب ديالو ولا تعملوا التحريات ديالو راه كاين الشباب ديالو هو انا كيضربني مكادا كيسيب عليهم دانون كيقول لهم انتم مسخين وكيعمل لهم الخدمه الراجل راه ما كيعمل والو السيد هذا كيبيع ويشري حدايا كنعرفوا دابا هذه سنين ما كيسرق ما والو وكنخليو مع السلعه ديالنا جملين السلعه كنخليو له اي حاجه كنمشيو كنصليو كنخليو له كل شيء كاين واحد الولد هنا باشر كيعطيه السلعه حتى هو كتبقى عنده ما كاين لا سرقه لا والو السيد كنعرفوه نيشان
والجار ديالنا دابا شي 6 سنين وحنا كنبغيو نشريو مع باطيسنا، هذا طيحوا عليه الظلم وهذو غيتحاسبوا يوم القيامه. هاد الناس هادو اللي ظلموا صافي، عنده بنت وعنده يماه ودائما كيقاين معنا في العشره، كنجلسوا في قهوه كينوض كيصلي وكيجي كنجبروه هنا يوميا نهار كامل، كاين لا سرقه لا حتى شي حاجه، حنا كنقولوا الحق كنشهدوا هاد السيد هذا في الحق، هاد الناس ظلموه صافي.